النص القرآني المبارك أمامك، تفضل إن شاء الله واشرع بقراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم، أحسنت وجزيت خيرا. نعم، السؤال الأول إن شاء الله الخاص بالنص المبارك، هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ إبليس من جنس الجن. نثبت على الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله أجاب بأقل من 10 ثواني. إن شاء الله إجابة موفقة، وإن شاء الله الإجابة وصلت لجناب الشيخ. السؤال الآخر. السؤال الثاني، إذا لم يكن إبليس من جنس الملائكة فكيف دخل في الخطاب؟ أولاً من الممكن أنه قد نشأ بين الملائكة ومغموراً بالألوف منهم، ولذلك غلبوا عليه وذكر الملائكة ولم يذكره. ومن الممكن أن الخطاب كان موجهاً للجن أيضاً، ولكنه استغنى بذكر الملائكة لزيادة شرفهم. ومن الممكن أنه كان مخاطباً تخصيصاً وليس ضمنياً، في دليل قوله تعالى إذ أمرتك. أحسنت، وإن شاء الله ستكون الإجابة موفقة، والإجابة تكون عند سماحة الشيخ حسن السيلاوي. السؤال الأخير أستاذ مصطفى. أسمع السؤال الثالث ومن بعدها إن شاء الله أعلق على إجابة. نعم. ما الفرق بين الملائكة والجن؟ الملائكة مخلوقون من النور وهم معصومون بخلاف الجن، فالجن مخلوقون من النار. أحسنت وطيب الله لك الأنفاس. في أي مرحلة دراسية أنت؟ الرابع العلمي. من هو أستاذك في اللغة العربية؟ عبد الخالق الحلي. بارك الله فيه وبارك الله فيك على ما أبدعت. شكرا جزيلا على هذا الألق وهذا الاهتمام باللغة العربية. مبارك لمزار العلوية الطاهرة شريفة بنت الحسن، وكذلك لمعهد القرآن الكريم فرع بابل، وهم يقدموا لنا نموذجا حيا عن اهتمامنا باللغة العربية. ومن شأن هذه المسابقة أن تطور لنا فصاحة اللسان والبيان، فيقتدي الأحبة أبنائنا بالعزيز الغالي. أحسنت كثيرا، بوركت أنت ومن علمك هذا